يا حبيبتي يا اخواتي، اعملي معروف، كلميني قولي لي حاجه، ايه اللي مضايقك؟ حسب ايه؟ ما تقولي حاجه امال يا اخواتي، انت هتموتيني هلكتيني. بعدين بقى انطقي ابو الهول نطق. لا يا هلا مش يحل المشكلة.
مش زي بعضها يا ناس قولوا الحبيب يا ناس حكايته يفضها قولوا له الناس قلوبهم مش زي بعضها يا ناس قولوا الحبيب يا ناس حكايته يفضها قولوا له الناس قلوبهم مش زي بعضها في واحدة غير قدرت تغير قلبها أنا ذنبي إيه هقاسي واتحمل ذنبها في واحدة غير قدرت تغير قلبها أنا ذنبي إيه هقاسي واتحمل ذنبها خلوه يديني فرصة وأنا موت حبها يحس بيا ويبطل ظلم فيا وعمره مش هيندم لو سلم قلبه ليا ياللي حبيته قبلي وصفت